للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من الجزائر مباشرة مراسل التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، هل لك أن تطلعنا على أبرز اللقاءات التي أجراها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك على هامش القمة العربية التي اختتمت اليوم؟ نعم، تحياتي إليك ريهام. لقاءات مكثفة ونشاط سياسي رفيع المستوى أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الساعات الأولى منذ وصول سيادته إلى الجزائر، مشاركا في فعاليات القمة العربية العادية 31. كانت هذه اللقاءات قد بدأت بلقاء سيادته باستقباله لسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لقاء مطول جرى خلاله حديث مكثف حول استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية COP27. في هذا اللقاء أثنى غوتيريش على جهود الدولة المصرية سواء في الإجراءات والتنظيمية والترتيب لهذه القمة الهامة التي ينتظرها العالم للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ فيما يتعلق بقضايا المناخ والبيئة، أو فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستخدامات الهيدروجين وغيرها من الاستخدامات صديقة البيئة. أيضا جرى استطلاع واستعراض لمجمل الأوضاع، واستمع خلال هذا اللقاء غوتيريش لتقديرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيال حل كل هذه الأزمات التي تمت بها المنطقة بطريقة سلمية تضمن أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. لقاءات متعددة أجراها السيد الرئيس مع عدد من الرؤساء والقادة والزعماء المشاركين في هذه القمة، سواء فيما يتعلق بلقاء سيادته مع ولي عهد الأردن، الرئيس التونسي، الرئيس الجزائري وغير. هذه اللقاءات كلها لقاءات كانت تهدف في الأساس إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، أو فيما يتعلق بدفع التنسيق والتشاور بين البلدان من جانب وبين مصر من جانب آخر لدفع علاقات التعاون الثنائية على كافة الأصعدة. في الواقع هذه اللقاءات دائما ما يحرص عليها القادة والرؤساء المشاركين في عدد من المحافل سواء العربية أو الإقليمية والدولية للالتقاء بالسيد الرئيس للاستماع مباشرة لتقديرات سيادته حيال مستجدات الأوضاع، أو اهتماما بالدور الهام الذي تلعبه مصر في محيطها الإقليمي، أو على صعيد العلاقات الثنائية دفع هذه العلاقات سواء على الصعيد الاقتصادي أو التجاري. لقاءات مهمة بالفعل أجراها السيد الرئيس على هامش مشاركة سيادته في هذه القمة. لقت ترحيبا من الرؤساء والزعماء الذين التقى بهم الرئيس، والجميع أكد على الدور الهام الذي تطلع به مصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية. ويكفي الإشارة إلى أن إعلان الجزائر حمل كل ثوابت السياسة المصرية الخارجية سواء فيما يتعلق بالأزمات السياسية والأمنية، أو فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع على المستوى الاقتصادي، أزمة الغذاء، أزمة الطاقة، التغيرات المناخية، تداعيات الأزمة الاقتصادية عالميا، وأيضا التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وجهة نظر القيادة المصرية كانت حاضرة وبقوة خلال إعلان الجزائر، وكان هناك في الأروقة ترحيب وإشادة بحضور السيد الرئيس على رأس وفد رفيع المستوى ممثلا لبلد كمصر ذات حضارة وذات تأثير قوي في محيط الإقليمي وفي الأحداث ومجريات الأحداث سواء على الساحة الإقليمية أو الدولية. وفي تأكيد أيضا علاء على الدور المحوري لمصر وذلك لتفعيل آليات العمل العربي المشترك. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري علاء رشوان، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.